ربنا يصبرهم يا رب، ربنا يصبرهم يا رب. الصدمة لا زالت مسيطرة على خبر وفاة ابن حسن يوسف وشمس البارودي. ربنا يصبرهم، فجيعة كبيرة طبعا. ربنا يعينك. التكبيرة الثالثة ندعو للمتوفى، التكبيرة الرابعة ندعو لعامة المسلمين. لسه الوسط الفني في حالة من الصدمة بعد خبر وفاة الابن الأصغر لحسن يوسف وشمس البارودي عن عمر 35 سنة، والخبر نزل زي الصاعقة على أهله بعد ما عرفوا إنه توفى غرقاً فجر الأحد في مدينة العالمين في الساحل الشمالي. وامبارح أقيم الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد. وأكيد في يوم صعب زي ده العديد من النجوم كانوا لازم يكونوا موجودين عشان يخففوا عن حسن وشمس، من بينهم نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي، مجدي كامل، مها أحمد، نهال عنبر ولبلبة. متوترة، ربنا يصبرهم يا رب، ربنا يصبرهم يا رب. فجيعة كبيرة طبعا، والابن دي أغلى حاجة، ربنا كبير وبيصبر. وكمان تواجدت إلهام شاهين، بوسي شلبي، ومحمد فؤاد. ربنا يعينك، ربنا يعينك. ومشاعر الحزن والأسى كانت موجودة كمان في كلمات الفنانين اللي قدموا واجب العزاء من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا، زي خالد سليم، طارق العلي، منذر رايحنا، دنيا سمير غانم، سوسن بدر، نبيل الحلفاوي، وزينة نشرت البوست ده على فيسبوك وكتبت ربنا يصبرك يا عمر، الله يرحمه ويعفو عنه ويصبر قلوبكم يا رب. وكمان صلاح عبد الله غرد على تويتر وكتب الفتحة والدعاء لمن نحتسبه شهيدا بإذن الله. أما نادية الجندي فنزلت على إنستغرام بوست بقى دعية للراحل.